السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير والمسرات. كيف حالكم عيال؟ عساكم طيبين. طبعا معليش على السحبة، كنت مشغول اليومين ذي وعندي أشغال، فعلشان كذا ما فضيتها وما قدرت إني يعني أكمل السلسلة، لكن ما في مشكلة. طبعا في خبر جدا مفرح لكم، إنه إن شاء الله المشكلة انحلت تبع المشكلة اللي سويناها في المود العصر الحديث، انها انحلت باذن الله وراح نرجع نكمل السلسله. لكن ما ادري هل التخزينه باقي عندي، لانه لمانه انا حذفت التخزينه زي ما تشوفون هنا، نحذف التخزينه. كلود والله اني ما ادري هل في تخزينه او لا، بس ماني متاكد صراحه، لكن بشوف اذا في تخزينه. اوكي، فزي بدي خلونا نكمل الحين. في اول شيء نضغط كونسول. طبعا في امر حاب اقوله لكم، اللي هو في شيء امر تكتبه في الكونسول يرفع اللي هو ثريت او شيء كذا، يرفع لك التوتر في العالم الى نسبة 100%. طبعا هذا جدا كويس. الحين يمدينا نعلن الحرب على السعودية، وبسم الله يلا ليتس جو اماراتنا، يلا ليتس جو. زبدة زي ما تشوفون، احنا في 2013 طلعنا جيوش، يعني وضعنا في السليم، يعني نوعا ما وضعنا جدا في السليم. طبعا الكتيبة هذه بنرجعها هنا. ايضا خلونا نشوف هذه، خلونا نطور الاسلحه دي، ما هي مشكله. شوف الناشونال فوكس، وش مدينا نسوي؟ وش مدينا كاستل؟ الجزيره العربيه كلها باذن الله، يعني باذن الله. فانا اشوف ان الوضع كذا في السمبتي، حتى مدربين يعني وضعهم كويس جدا، اي مدربين يعني وضعهم جدا كويس. وصلنا، إذا وصلنا 2015 متى يمدينا نحارب السعودية؟ يمدينا نحارب السعودية في نوفمبر 2014. أوكي، طبعا زي ما تشوفون هذه هي الحرب العالمية الأولى بدأت رسميا. يعني فرنسا، هل دخلت فرنسا الحرب أو لا؟ أي فرنسا دخلت الحرب، بدأت الحرب العالمية الأولى رسميا بين ألمانيا والروس وبين الدول دي. فإحنا الحين بنضرب ضربتنا وناخذ السعودية وناخذ المستعمرات البريطانية هنا، ونساعد الدولة العثمانية، وبعدها إن شاء الله لكل حادث حديث. فأنا أشوف إنه جدا خرافي، شيء جدا خرافي. طبعا عندي 136 كتيبة و25 كتيبة، هنا نقص منها كتيبة طلع لنا جنرال عادي. يعني الجنرال هذا وين بنخليه؟ والله ما ادري وين بنخليه للأمانة، بس انه والله ما ادري وين بنخليه، لكن بنخليه على كل للأمانة ما ادري، والله ما اعرفش. لا، الجنرال هذا انا اشوف ما منه فايدة، انا اشوف نضيفه للجنود افضل. اي خلنا نضيفهم للجنود افضل. طبعا احنا في سبتمبر وان شاء الله نوفمبر اللي هو بعد سبتمبر يمدينا نضرب ضربتنا. طبعا الروس احسهم جالسين يتقدمون، المانيا فرنسا جالسة تتقدم ايضا، احنا لازم نضرب ضربتنا الحين، لازم نساعد طبعا اللي هي المانيا، يعني المملكة الهنغارية والشي زي كذا. يعني خلينا نشوف زي ما تشوف الخريطة، وين الخريطة؟ ما هي واضحة خريطة التحالفات للأسف، ما هي واضحة خريطة التحالفات. فننتظر شوي عيال إلين ما نشوف شو بيصير. طبعا أنا أشوف إن 160 كتيبة راح يعني ياكلون السعودية أكل، يا أبوي راح ياكلونها أكل من جد. يعني 126 كتيبة راح ياكلون السعودية أكل يا أبوي. اكتوبر، سبتمبر، نوفمبر، الى متى يا ابوي؟ خلص علي. طبعا انا جالس اراقب الحرب العالميه الاولى بصمت. طبعا الفرنسيين جالسين يتقدمون على المانيا، والروس لا، الالمان جالسين يتقدمون على الروس، يعني هذه حاجه كويس. فعلى قولتهم طز فيهم، يعني حيلهم بينهم، احنا بنحاول نستغلهم، نوحد الجزر. والله الاولاد الجزم انهم بدوا يتقدمون على المانيا. المانيا ما لازم تنهزم، اذا انهزمت المانيا بناكل تبن يعني صراحه. يعني اذا انهزمت المانيا بناكل تبن احنا، فاحنا لازم نضرب ضربتنا
وناخذ المستعمرات البريطانية هذه ونساعد الإمبراطورية العثمانية يعني. طبعا ألمانيا جالسة تتقدم على روسيا وهذا شيء طيب، لكن بريطانيا وفرنسا وأمريكا جالسين يتقدمون على ألمانيا من هنا، حتى إيطاليا معهم يعني. أنا مستغرب ليش إيطاليا معهم. يعني إيطاليا من المفترض أنها تكون يعني غريبة. يعني من جد إيطاليا في الحرب العالمية الأولى كانت ضد ألمانيا، وفي الحرب العالمية الثانية صارت مع ألمانيا. سبحان الله يا أخي، الدنيا تتغير. متى يمدينا؟ 28 نوفمبر، بعد 18 يوم دينا على الحرب على السعودية. فوالله ما أدري يعني الحرب المقبلة، يعني هم بعد ما يهزمون ألمانيا في الحرب المقبلة بتكون بيننا وإنه وياهم، يعني أنا والدولة العثمانية ضدهم. ف للأسف للأسف يعني، لكن إن شاء الله راح ندعسهم بإذن الله. طبعا أنا راح أمسك الجزيرة العربية وأفريقيا أنا، ف يعني بإذن الله راح نحررها. الدولة العثمانية ما أدري صراحة، احتمال تدعس في أوروبا، احتمال لا، ماني متأكد. لكن بشوف إن شاء الله. الحين يمدينا نعل الحرب على السعودية. يلا أبغاكم تاكلوا لي السعودية أكل يا أبوي، ما ابغى تبقون منها ولا شيء، تاكلونا اكل كذا كذا. ايوه طبعا هذه خطة مبدئيا، لا خطة احسها خطة ابو كلبية. طبعا نعطيهم خطة اجين كذا، خطة اجين كذا، خطة يتقدمون لي هنا، بس أهم شيء إنهم يتقدمون لي هنا. نوقف التدريب حق الجنود ونخليهم يرتاحون شوي، بعدين نخليهم يهجمون. جنود منهكين عندي، منهكين بشكل متعب. زبدة اني بعد الحرب طزوهم، عاد متعبين ولا يدبرون انفسهم. طبعا اعطيت الجنود امر انهم يهجمون باسرع وقت ممكن. طبعا الحين بنعدل الخطة بما ان الجيش عندي، صاروا 186 كتيبة. نعطيهم امر يمسكون لي المنطقة دي، ونعطيهم خطة كبيرة بما اني دخلت الحرب ضد بريطانيا وضدي، نعطيهم خطة كبيرة ياخذوا لي المناطق دي كلها. كذا يلا خذوا لي المناطق دي كلها بسرعة بأسرع وقت ممكن. طبعا فيه هنا يقول لك اكسبت جيرمان امباير، اوكي اكسبت. اوش فيه؟ كرشت اللعبة كالسموم يا شيخ. لا كويس كويس كويس، انا ما ادري وش صار بس انه كرشت اللعبة بعدين رجعت زانت زبطت. يا ابوي غطيت امي درانا عاد. طبعا جنود الله يلعن ابوكم يا شيخ، لا جالسين تقدمون كويس. يا ابوي تقدم، الله يقطع وجهك انت وين. الله قرفوا اهلي يا شيخ، ما هم جالسين يتقدمون. شوف يعني من جد مسرع الوقت انا ومسرع كل شيء. الجنود البريطانيين اسرع منهم، يعني الجنود البريطانيين جاوا من اقصى الدنيا ونزلوا عندي. يعني والله العظيم صار مهزلة يا ولد، حتى تونس اتخلط ضدي. خلونا نسرع الوقت وطز فيهم، والله طز فيهم وأعلى ما في خيلهم يركبونه. أنا الشت طز فيهم وأعلى ما في خيلهم يركبونه. احنا جالسين نتقدم، هم ما عندهم قوات. زي ما قلت لكم القوات في البريطانية كلها جالسة تحارب في أوروبا، احنا استغلنا فرصة هذه بإذن الله راح ندعسهم. حتى عمان دخلت الحرب معهم. يا ابوي الله يمتحن دين اهلكم يا شيخ، حتى الجن الازرق دخلوهم معي، دخلوا ضدي الحرب.
خلني نقص الوقت. اللعبة فيها كراش، فيها مشكلة، اللعبة جالسة تكرش، يعني مشكلة في اللعبة، صار فيها بقات بالهبل. العثمانيين وش صار وش صار وش صار مع العثمانيين؟ ما انتبهت لهم قبل شوي. العثمانيين إذا دخلوا الحرب الحين بتكون حاجة يعني كويسة. سوفيت روسيا صار فيه ثورة هنا، وروسيا تقسمت كويس، صار فيه ثورة في روسيا، ثورة البلشفية على ما أعتقد. الجنود عندي وضعهم كويس جدا، يعني أخذوا منطقة كبيرة، وأتمنى يأخذون أكثر يعني صراحة. أتمنى يأخذون أكثر يعني من المناطق هذه، ما هو شرط منطقة واحدة، يأخذون مناطق كثيرة عشان يمدينا. خلينا نزبط الهوسبيتال، نزبط الأشياء المفيدة ذي. فإحنا محتاجين نأخذ مناطق كلها، يعني نأخذ السعودية أقل شيء، نأخذ السعودية كلها أقل شيء. يعني أنا أسرع جنود عندي ما يمدي، ولا التسريع ما هو كويس، التسريع ما هو كويس، خليهم كذا أفضل. طبعا الجنود زي ما تشوفون جالسين يوزعهم الجنرال على الخطوط الأمامية، يوزعهم توزيع ما أدري كيف. زبد الله يلعنهم يا شيخ، بدوا يتقدمون ولا هذا جزمة. يا أخي اهجم يا أبوي، اهجم اهجم اهجم، تنتظر إيش؟ اهجم اهجم اهجم، ما في أحد، اهجم، تقدم يا أبوي تقدم، ما في أحد. والله تنتظرون ايش يا ابوي؟ والله ما في احد يا ولد، ما في الا الجل الازرق. ها روح تقدم، سكر عليهم يا ابوي. الله العظيم يا ولد، ان ما في ولا عين، ولا عين. ودائما لازم انا اعدل كل شيء بنفسي صراحه. شوف هنا كتيبه واحده، انا ما ادري خايفين منها ولا ايش وضعهم بالضبط. اتمنى يساعدوني الحجاز. انا جالس احرك القوات هنا، والله العظيم يا ولد عندي ما في ولا قوة ولا شيء ولا خرا. في قوات عثمانية جالسة تساعدني على ما اعتقد. العثمانيين دخلوا الحرب، اوه نايس، العثمانيين دخلوا الحرب ضد معنا، العثمانيين دخلوا الحرب ضدهم. كويس، الحين بدأت الأمور تتزبط. الحين طلع لنا كتيبة 25 جنرال، نسوي لنا جنرال. طبعا نقص منهم واحد، خلي الجنرال هذا يا ابوي يجي على الحدود من هنا. خل الجنرال يجعل الحدود من هنا وياخذوا لي مصر، ياخذوا لي مصر كلها، ياخذوا لي اكبر مساحه ممكنه من ايجبت. يلا ليتس جو، الحين بدا الشغل صح، الحين بدا الشغل صح. طبعا اكيد راح تخسر اكيد راح تخسر بريطانيا وحلفائها بالمنطقه، يعني ما هم مصالحهم الاشياء اللي زي كذا. الجيش عندي يا اخي قرفون يا شيخ، يا اخي اهجموا الله يهديكم. هم كانوا محاصريني يا اولاد الجزم البريطانيين، كانوا محاصريني بقوة. طبعا الجنود عندي جالسين يتقدموا، تقدم 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 بسرعة بسرعة، روح روح. كويس اخذنا المنطقة ذي. طبعا الشباب اللي عندي بدوا يسكرون على المنطقة ذي. شوف شوف الكلاب، شوف خير البل يا ولد، ولد 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 ولد. اسالكم بالله، شفتوا حشيش زي كذا؟ شفتوا حشيش زي كذا؟ شفتوا حشيش زي كذا يا ولد؟ ايش الدعارة ذي يا ابوي؟ ايش الدعارة ذي؟ ايش الدعارة ذي يا ولد؟
راح الله يقطع وجهه، راح والكلاب على طول اخذوا لي منطقه دي. بريطانيين، كتيبه بريطانيه دخلت عندي واخذت اخذت الكره الارضيه عندي كلها. لا يلعنكم يا شيخ، يلعن السيستم حقكم الفاشل. كتيبه شف شف اخذت السعوديه، نص سعوديه كتيبه واحده. لو حصرت كتاب عندي بعد من زي وجه، حصرت كتاب عندي بعد. مهزلة، ما مثلها مهزلة يعني، جدة بلاوي صح. فضايح فضايح، أقول لكم فضايح. حتى الزبالين هذول جالسين ينتظرون السعودية تاخذ. الله يقطع يديكم. ايش العثمانيين اخذوا الكويت. الزبال هذا بعطيه خطة جديدة اللي هو السعودية عندي، نعطيهم خطة جديدة ونعطيهم امر انهم ياخذون لي المنطقة دي كلها. يلا بسرعة، بأسرع وقت ممكن تهجم. الحين تهجم لي بأسرع وقت ممكن. نعطيهم سكك حديد برضو، ما يمدينا نعطيهم، نعطيهم سكك حديد بعدين. طبعا أنا مقهور صراحة من الكتيبة دي، يعني ما أدري ليش، يعني مقهور صراحة لأقصى حد ممكن يعني. العظيم صار مهزلة يا ولد. يسوي لنا كتيبة ثانية برضو. الكتيبة هذه نرسلها هنا على الحدود، خلينا نقول كذا نرسلها على الحدود من هنا مع الكلاب ضال، ونعطيهم الشباب أمر انهم ياخذون المنطقة دي كلها. استرجعوا المناطق دي اللي اخذوها يعني من جد. انا ما ادري ليش اخذوها بس انهم اخذوها. طبعا العثمانيين الروس بدوا يتقدمون على العثمانيين. شيت شيت شيت، لازم نساعد العثمانيين. حرام 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 حرام، لازم نساعد العثمانيين يا ولد. انا لازم اخلص السعوديه. يا ولد شل يا ابوي، شل المهزله ذي. الجيش اللي عندي هذا 180 كتيبه، اقسم بالله انه يعني جيش معوق يا ولد، قسم برب البيت جيش معوق يا شيخ. الشيخ مالت عليكم ومالت على دولة تشمر ابد يا ولد. دولة معفصة ذي يا ولد. الكتيبة ذي عساني ما خسرها، بس يبون يحاصروني اولاد الجزم. لعنه الله عليك. ما يمديني، محاصرين الكتيبة ذي. لا حول ولا قوة الا بالله. غلطتي غلطتي اني اخذت دولة شمر.